الشكل ديالها من برا زوين، ولكن هاد الانتيريور ديالها اللي خايب وما يستعمل بزاف على الماتيريال اللي كاين داخل. انا غادي نوريكم علاش ما حاطليهاش ليتوش، علاش ما ديرهمش انا، علاش شنو ما فهمتش انا. انا صراحه انا الدراري ما نعطيهاش، نفضل نتقدى واحد الفيلار ولا ايفوك مزيان. واش الدراري مرحبا بكم. اكفاس رانج روفر 2021. علاش اكفاس رانج روفر؟ لان داكشي اللي شفت فيها ما كتستحقش الثمن صراحه. المهم الاخوان، الرانج روفر اللي عندنا اليوم 2021 ديفندر هي راكم معروفه، الفيرسيون القديمه ديالها الحرب والقتال هي اللي كتشوفوها في الفيديوهات ديال الناسيونال جيوغرافي في الجبال وفي الغيب، ما عندها غير اراء ما تخممش. الشكل ديالها من برا زوين، ولكن هاد الانتيريور ديالها اللي خايب وما يستحقش، الاخوان ما يستحقش هاد السعر هذا. ممكن ما كتشوفوا عطاوها واحد اللوك زويون، فهمتوني يعني اللوك زويون صراحه. ديفندر بالنسبه للفيرسيون القديمه كما كتشوفوا الليد داروا لهاد اللعيبات من هنا، الطوموبيل زوينه وزوينه بزاف، اكثر في الكولور اللي عاطينها الكري مع الكحل ما نهضروش. هنا الاخوان الروضه ديال السكور، واحد جوج صورتي من التحت كما كتشوفوا كيدلوا على الشراسه ديال السياره الاخوان. هنا كما كتشوفوا انتوما الطوموبيل اللي عندنا راها سبعه ديال لي بوست. المهم انتوما كما كتشوفوا الطوموبيل تبارك الله راه هي طويله الاخوان. الجوانت اللي عندنا 22، وهنايا انتوما هنا الطوموبيل حتى هنا مزيانه. واحد القضيه انا كان كيسحبني بالله، هذا راه حديد مع ديفندر ساعات العقا بلاستيك. هنا البلاستيك العادي كما كتشوفوا معايا، هذا هو بلاستيك كما قلت لكم. هنايا الليد، وكاين الفيرسو الاخرى اللي خاصها كيجي فيها الكزانول داخل الاخوان. هانتوما هادو اضواء عاديه، هانتوما هذا هو الشكل الامامي ديالها ديال ديفندر، هو هذا. هانتوما يعني من برا انا ما قلت والو، من برا الطوموبيل راه زوينه يعني اي حاجه. هانتوما الكاميرا، دابا غادي تشوفوا المشكل وهاد اللعيبات الاخوان ما نساوهمش. هانتوما بحال بغاو يحطوا لها واحد اللمسه من ديفندر القديمه. المهم من برا زوينه، من برا صراحه مزيانه، ما عندي ما نقول فيها الاخوان. هنا في غيبدا اللعب، وهنا في غتبدا الخيوبيه ديال هاد السياره اللي انا كرهت فيها على حساب الثمن ديالها. الثمن بزاف على الماتيريال اللي كاين داخل، انا غادي نوريكم. هانتوما الدراري هاد اللعيبات هادو نقولوا اوكي ديال ديفندر حاطينهم الشراسه، يعني المهم ماشي مشكل. هاد اللعيبات هادو تخلص طوموبيل بزباله الفلوس، يعني الداخل خصو يكون راقي ماشي مشكل. الباب هانتوما هنا الاخوان مغلفينو. دابا غادي نبداو، شوفوا الكرسي قلت لكم السعر ديالها بزاف، الكرسي هذا لا يستحق. شوفوا فين هو لي ريكلاج، فين هو، لا يستحق بالمره. الديفندر كما كتشوفوا معايا الاخوان الكراسي ديالها، شوفوا كي دايره الكاليتي ديالها، يعني نتوما بلا ما تكونوا كتشوفوا من هنا غتبان لكم كاليتي مطحطحه، كاليتي ما كتستحقش الثمن، فهمتوني، كاليتي ما كتستحقش الثمن. دابا غادي نبداو الاخوان غتشوفوا علاش انا هاد الطوموبيل هادي ما عجبتنيش. يا بسم الله توكلنا على الله. انا الاخوان نبداو بالفولو، شوفوا الفولو كي كله بلاستيك، وهاد البلاستيك الدراري بحال الطوموبيلات ديال اللعاب، بحال الطوموبيلات ديال اللعاب. نيشان جايبين هاد البلاستيك هذا من هنا وجي هنا مغلفينو. شو هنايا الاخوان عندنا الديجيتال، شوفوا عشان هاد لي سباس اللي كاين هنا. هاد البلاستيك انا ما بغيتوش، شوفوا ليتوش، يعني كون كان غير داروا غير شي لعيبات في ليتوش، دوك الاسهم والعيبات هذا كيجيو مزيانين. شوفوا داروا كلشي قرع، ما فهمت انا التستير من عند لاند روفر ما فهمتوش الاخوان صراحه. هانتوما شوفوا عشان لاكليم كلشي قرع، يعني الطوموبيل فقد داك، ما فهمتش انا الاخوان. هاد لي سباس هذا ما فهمتوش، هنا كان يتغطى بشي لعيبه، شي لعيبه هكذا كتسد ويديروا فيها شاد ويكار زوين، يجي حسن منها هكا صراحه. هانتوما شوفوا الطوموبيل بلاستيك من هنا، شوفوا لي كليم كي محطوطين، يعني الاخوان الفيتاس حاطينه هنايا كما كتشوفوا، هذه هي ديال ستار. هاد اللعيبه ديجيتال مزيانه، ولكن هانتوما الاخوان المهم ما فهمتش انا، انتوما عطوني الراي ديالكم، واش هذا فولو كيستحق؟ هانتوما غتشوفوا معايا الثمن وحكموا. هانتوما الدراري، المهم الدراري هنا حاطين هاد ليكرو هذا كما قلت لكم، كان يغطيو بشي لعيبه وكذا وكتحل ويكون داك السباس لداخل، كانت خاصها تكون احسن. هانتوما الدراري الكراس حنا هضرنا عليهم لا علاقه بالمره، هانتوما تامن الخياطه ديالهم شوفوا كي دايره، لا علاقه الدراري، شوفوا لداخل. المهم
الطوموبيل اوكي تقدر تكون بشكل عملي، ولكن كانوا يديروها من الاحسن. هنا علاش ما حط لياش ليتوش؟ علاش ما ديرهمش انا؟ علاش شنو ما فهمتش انا هادي؟ كيفاش تجينا تحط ليا بحال غير الطوموبيل المستعمله مشاو من ما فهمتش الاخوان هادي ما عندها شوف كلها قرعه. هنا ملي كتحكم في لاكليم بعدا هذا الفيتاس ديالها، هذا واحد لي سباس كما كتشوفوا عامره غير بالحفاري. هانتوما شوفوا هاد لي سباس عاد شنو هنايا دير لك لي سباس، ولكن مصعبين وعليك مصعبين وعليك. شوف هاد شوف فهمتيني لي سباس كاين ولكن مصعبين ودايرين واحد ديزاين صعب داكشي كاع. حتى التوب هنا اللي ماشي شي حاجه. المهم الدراري هي هادي شوفوا وصافي بارك عليهم. يلا نشوفوا الثمن وقولوا لي واش غتستحق الثمن. المهم الدراري هادي هي الطوموبيل كما كتشوفوا ديالنا. الطوموبيل فيها 6 ديال لي سيلندر. الطوموبيل راه هي ديزل غازوليو كما كتشوفوا معايا لهيه. ها هي 6 ديال لي سيلندر. الطوموبيل فيها 250 ديال الخيل، 183 كيلو واط الدراري. المهم الطوموبيل راه جديده ديال 2021. هذا هو السعر ديال هاد الدراري 85 مليون. قولوا لي دابا نتوما على داكشي اللي شفتو واش عطاو 85 مليون؟ انا صراحه انا الدراري ما نعطيهاش، نفضل نتقدى واحد الفيلار ولا ايفوك مزيانه وما نديش هادي. المهم كل واحد كيبقى الذوق ديالو الدراري.